صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقوم أحد المعلمين بالمدرسة بإيقاف الشرح في أثناء الدرس ويقول: اسكتوا واستغفروا لمدة 3 دقائق يوميا، فهل هذا الفعل صحيح؟ أعيد السؤال. يقول أحسن الله إليكم: يقوم أحد المعلمين في المدرسة بإيقاف الشرح في أثناء الدرس. إيقاف. نعم. إيه؟ ويقول: اسكتوا واستغفروا لمدة 3 دقائق وذلك يوميا، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا أصل لذلك، لا أصل أنه يقطع الدرس والشرح ويقول استغفروا، هذا لا أصل له. نعم.